نبقى مع جولة أخبارنا السريعة والأجواء الدبلوماسية الإيجابية التي خلقتها روسيا مع انطلاق المونديال وصلت أصداؤها إلى مبنى مجلس الأمن الدولي. الرئيس غوتيريش والمندوبون ارتدوا قمصان منتخبات بلادهم، وبعيدا عن صخب الجلسات بغياب المندوب الإسرائيلي ساد جو من الألفة في القاعة. غوتيريش بدا سعيدا بارتداء زي الحكم، وكتجربة أولى له بالزي الأسود قام برفع البطاقة الصفراء ممازحا المصورين خلال التقاط الصور التذكارية.